حياكم الله. اليوم بتكلم عن رياضة الدريفت وشيء هذا وايد يشوقني صراحة. شنو هي رياضة الدريفت؟ رياضة الدريفت معناته السيارة تي جنب حق اللفة، توايرها الورا قاعد طلع دخان، توايرها الأمامية ماشية مع المسار اللي هي رايحة فيه. يعني إذا أنت جاي كوع أنت جاي جنب وتدش اللفة جنب، هذا معناته دريفت. الحين شنو تاريخ رياضة الدريفت؟ بالسبعينات كان في واحد اسمه كوني ميتسو تاكاهاشي كان سائق ياباني يسوق بالحلبات سباقات باحتراف. كوني ميتسو كان قدوة حق وايد ناس. كان يستعمل اسلوب الدريفت بالسباق، يعني كان هي اللفة طاير وبدال لا يخفف حق اللفة ويطق بريك حق اللفة، كان يخفف شوية ويدش اللفة ويدوس بنزين ويطلع منها سايدوي شوية وينطلق، فكان يطوف الناس على اللفة وكان يفوز بالسباقات هذه. بس طبعا سرعان ما يعني لحقوا عليه قوانين وشروط الحلبات أو قوانين وشروط السباقات، وقالوا إنه ممنوع تسوي درفت بالحلبة، فلغى الموضوع هذا. فمنو كان قاعد يشوفه بهالوقت وتو مبلش الكارير ماله؟ واحد اسمه كييتشي ساتشيا، أبيكم تذكرون الاسم هذا عدل. كييتشي ساتشيا كان تو مبلش الكارير ماله بآخر السبعينات، فكان داش سباقات بس هم يستعمل طريقة إيش اسمه تاكاهاشي. ولكن لما بلش يستعمل طريقة تاكاهاشي ما كان يستعملها بالسباقات لأنه ممنوع، فكان ينزل شيء اسمه توغي بالياباني. توغي هو سباق بالجبال يكون من A to B، يعني من فوق لتحت، ويحسبون لهم وقت من A to B الزمن للنقطتين هذيلة، وأسرع واحد طبعا يأخذ جائزة اللي هي تكون بينهم، لأن السباق هذا كان غير مصنف غير قانوني، كان بالشوارع فكان استهتار. فهذا السباق كان مو سباق صجي، هذا كان يعني استهتار شباب. هو كان واحد شلايتي يعني من الآخر، وكان يحب يسوق يطلع حرته بالدريفت يعني. فهو الوحيد اللي أتقن رياضة الدريفت أو خلينا نقول طريقة الدريفت. فكان شو يسوي كييتشي ساتشيا وهو نازل من الجبل؟ كان في وايد لفات، فكان شو يسوي؟ يشبك لفة ورا لفة ورا لفة وكلها جنب ورا جنب ورا جنب، وكان أسرع بوايد من اللي وياه، أسرع بكثير. فحصل لقب من الشارع as drift king، دوري كينج بالياباني. فلما صار drift king قال يبا أنا بنشر الرياضة أكثر، دام أنه فيها جمهور وفيها ناس أنا بنشر الرياضة. فقام دوري كينج وسوى شيء اسمه بلس بي. بلس بي كان دوكيومنتري عن درفتينج، ونزل الدوكيومنتري هذه. وأول ما نزل الدوكيومنتري على طول اسحبوا له السنة مال السباق وقالوا له ممنوع تتسابق أنت لأنك أنت قاعد تحث حق الاستهتار بالشوارع وإحنا ما نرضى بهالشيء. فلما انسحب له السنة عاد وقفوا كم سنة يعني. فبالبداية كانت يعني توها تنتشر الرياضة. فشنو صار بالفترة نفسها يعني بالثمانينات، نص الثمانينات تقريبا، كان في مجلة اسمها كاربوي ماجازين. كاربوي ماجازين سوت بطولة بشكنمة حق الدريفت. ما طولت البطولة هذه، كان اي واحد اسمه إينادا عنده مجلة اسمها فيديو اوبشن، سوى بطولة ومشى حال البطولة شوية. والبطولة هذه كان منسقها مع كييتشي ساتشيا، وكانت اسمها إيكاتين. إيكاتين كانت أول بطولة بالثمانينات خلينا نقول يطلع لها صيت الدريفت، انتشر الوعي مالها وانتشرت أكثر وصار لها صوت أكثر. فبالبداية بداية الألفين، بداية الألفين هو وساتشيا اتفقوا أنهم يسوون بطولة رسمية. على فكرة إيكاتين كانت أول بطولة دريفتينج مصنفة، وإذا تعرف شنو يعني مصنفة دش على الهايلايت وشوف شنو عندي تشوف عليها اكس، فدش هناك وشوف شنو يعني مصنف. فالمهم عشان اقول لكم بال2001 او 2000 صار في بطوله اسمها درفتنج تشامبيونشيب باليابان. الدرفتنج تشامبيونشيب هذه وايد كبرت لان المجله مال فيديو اوبشن خذت صيت وايد كبير من بطولتها الايكاتين الصغيره. و فلما سووا البطوله مالت درفتنج تشامبيونشيب وسووها رسميه اكثر وصار فيها خلينا نقول رعاه اكثر يساندونها عشان ترتفع وترتقي الرياضه، وموضوع الرعاه جايكم عليه بعدين. فشنو صار فيها البطوله؟ صار عليها الديماند مو طبيعي. فمن اول جوله كانوا يطلعون سياره بروحها سياره بروحها اللي كانوا يسوونها سنين، بس من ثاني جوله غيروا اسم البطوله سووها دي 1 جي بي، وسووا سيارات يدشون سايدويز تاندم على قولتهم بالياباني سوت سوت درفتينج، اللي هو يدشون سيارتين يم بعض
وياخذون المسار كلهم سايد ويز يم بعض. وكانت لها آلية حلوة. شنو يعني؟ خلينا نقول سيارة A سيارة B. سيارة A تبلش وتبلش درفت، وسيارة B لازم تبلش وراها درفت وتلحقها بالمسار هذا كله. الحين A و B اثنينهم عندهم شيء اساسي اللي هو لازم يحافظون على الخطوط والنقاط اللي حاطين لهم اياها. يعني مثلا التاير قدام على اليمين لازم يحوش هالنقطة، التاير اللي ورا لازم يحوش هالنقطة. فكان هذا الاسلوب هو اللي يعني خلينا نقول خلى البطولة تكون مشوقة. فيدشون اللفة تقريبا 200-220 يعني طايرين. فكانت يعني كان عندهم ثلاث حكام يقعدون الحكام هذيلا ويشوفونهم. طبعا من الحكام كييتشي ساتشيا دريفت كينج، وكان في واحد فايز وياهم بالإيكاتين، وكان في واحد كان مال فيديو اوبشن إنادة وهو بعد ثالث حكم موجود معاهم. فكانوا يحطون ارقام لوحات من 10 كل واحد يرفع عاد نفس الاولمبيات من 1 ل 10 يعطون تصنيف حق كل سائق دش. فهي عباره عن ثلاث جولات او ثلاث طلعات، ومرات يعيدون ويعيدون حتى يوصلون حق النتيجه على اساس يكونون فير مع الناس اللي موجوده. فاخذت صيتها بسرعه بطوله الدريفت وانتشرت بسرعه حول العالم. وماكو على طول فورمولا دريفت بلش بامريكا، وطبعا في وايد بطولات بامريكا، وبعدين اوروبا بلشت بطولات وايد بعد، منها الابرزها اليوم موجوده اسمها دريفت كينج او اي دريفت كينجز. وبعدين عندنا باليابان الدي 1 جي بي خذت صيتها وانتشرت. الدي 1 جي بي يا جماعه هي اول بطوله رسميه للدريفت. على فكره الدي 1 جي بي من شارك فيها؟ من اول عربي يشارك فيها ناصر المطيري، واحد كويتي كان يروح يشارك فيها. اعتقد ما ادور صحوا لي المعلومه يا ناصر، 2012 او 2011 كان يدش يشارك فيها. فلما كان يدش ناصر المطيري بهالبطوله هذه يعني عالم ممتاز يعني صراحه، فخذ وايد خبره. فلما يرجع يعني يرجع الكويت هنا كان ينظم بطولات حق المنطقه. يعني ف شنو تاريخ الخليج بالبطوله او بطوله الدريفت؟ 2010 انا تحركت رحت حق حلبة البحر الدولية وقعدت فيهم ونسقنا ان نسوي يوم مفتوح بال2011 لرياضة الدريفت. وبنفس الوقت هذا ونفس الفترة هذه كان في واحد اسمه سامر خضرة مسوي شيء اسمه دريفت يو اي بالامارات. اليوم اعتقد اسم البطولة صار اميرس دريفتنج تشامبيونشيب. فدريفت يو اي او يعني اميرس دريفتنج تشامبيونشيب اليوم كانت توها ببلشة بال2011 بعد، وتوه ماكو بطولات يعني قاعد تصير. فانا كنت قاعد احاول اشجع ويا حلبة البحرين الدولية، وحلبة البحرين لليوم ما شاء الله عندهم شيء اسمه دراج اند دريفت نايت، وهذا الشيء وايد ممتاز صراحه لان يبون يشجعون رياضه الدريفت. فشنو صار بعدين؟ عاد الرياضات قامت تنتشر بالخليج عندنا، او اسف البطولات قامت تنتشر عندنا بالخليج. يعني صار عندنا بطوله الامارات، وصار عندنا بعمان بطوله، صار عندنا بطوله بقطر اشتغلت فتره وما ادري صار عليها بعدين. واحنا بالكويت يعني اب اند داون، يعني ما عندنا بطوله رسميه للحين يعني مستمره. هي بس عندنا خلينا نقول البطوله اللي دشيناها اللي كانت اول مره تصير هي كويت دريفتنج تشامبيونشيب 2015-16 الموسم هذا، وبس ما تكررت مره ثانيه، او انا ما شفتها تتكرر مره ثانيه، يمكن صارت بس ما ندري عنها. فما اخذت يعني خلينا نقول الدافع اللي احنا كنا نبيه. عموما ناصر المطيري ويا ولد عمه ثامر المطيري كانوا حكام وينظمون بطولات بالسعوديه. تخيلوا هذين الكويتيين كانوا يروحون ينظمون بطولات هناك ويرجعون الكويت. احنا بالكويت ما قدرنا صراحه، انا واحد من الاشخاص اللي حاولت اسوي بطوله كذا مره، وانا هدفي يعني من الاساس ان نسوي بطوله لان نبي نشوف رياضه المحركات ترتقي. وليش البطوله مهمه؟ لان احنا لما نرجع حق التاريخ يقول لنا ان نجاح الرياضه بالبطولات، اذا البطوله محترمه واذا البطوله حقانيه يصير في وعي ويصير في رياضه محترمه وتكون عادله بين الكل. طبعا تكون مصنفه، لان بالثمانينات اول بطوله الايكاتين كانت مصنفه، واحنا نبي نصنف بطولاتنا كذلك اللي بنسويها بالكويت. فهذه الاشياء العوامل هذه وايد مهمه. الحين لاحظوا ان العالم كله حتى بالمنطقه العربيه حتى عندنا بالخليج اللي قاعد ينظم البطولات هم شركات خاصه، مو اتحادات، مو نوادي حكوميه، مو جهات حكوميه، لا 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 لا، هي كلها شركات خاصه. وليش اقول لكم شركات خاصه؟ لان ابيكم تعرفون ان انجح فعاليات عندنا اليوم برياضه سيارات خلينا نقول هي شركه خاصه.
مو شركه مو تبع نادي او تبع هيئه. فاحنا نتمنى ان بالكويت نقدر نوصل حق المستوى هذا، ونتمنى نقدر ننظم بطولات. وطبعا لازم يفهمون ان البطولات اللي احنا بننسقها مو بطوله بيوم، بطوله عليها موسم، لازم يكون لها موسم على اساس الواحد ياخذ حقه من جوله لجوله لجوله لجوله، ويقدر يتطور يتطور يتطور، لانه يقدر ياخذ شيء اسمه سيت تايم. والسيت تايم وايد مهم. لما يكون عندك سيت تايم معناته انت طول الموسم قاعد تتدرب، وطول الموسم قاعد تمارس الرياضة هذه. ولما تقعد تتدرب وتمارس الرياضة هذه، طبيعي ان السائقين هذيلا بيكون عندهم دعم محترم من الشركات، ويدشون الرعاة بالموضوع هذا. اما سالفة احنا نحبك ونعطيك، واحنا نحبك نعطيك الدعم هذا او التفرغ هذا او اي كان، لا، هذه الايام لازم يعني شوية نحط لها بوز شوية. ولازم هذول الناس ما ينظمون، هذول الناس لازم يقعدون ويدعمون رياضيينهم اللي هم مسجلين وياهم بالرياضة بالجهات ملوتهم. ولكن التنظيم أنا دائما أحث إنه يكون حالة حال أي مكان بالعالم، أي بطولة بالعالم. حتى الفورمولا 1 يا جماعة شركة خاصة، تخيلوا يعني من فورمولا 1 أكبر سباق بالعالم، حتى الليمانز شركة خاصة، هذول قدوة يعني. فاحنا لما نتكلم عن اكبر وابرز مجالات رياضه السيارات او سباقات او منافسه رياضه السيارات بشكل عام، لازم تكون قطاع خاص. فاحنا نتمنى اليوم بالكويت لما اي قطاع خاص ويبي ينظم بطوله ويبي ينسق بطوله، يصير في تعاون نفس ما يسوون حلبة البحرين الدولية. صراحة ما يقصرون الصراحة يعني لما يكون عندهم بطولة يعني يفتحون الحلبة حق الناس تتدرب، ويكون اسعارها رمزيه، ويعني ما يثقلون على السائق، لان اذا ثقلوا على الناس دائما يذبحون البطوله. واحنا نتمنى ان الناس ما تذبح البطوله يعني صراحه. احنا نتمنى ان الكل يقدر يمارس البطوله هذه، والكل يقدر يطلع له دعم من الشركات، والكل يقدر يوصل حق المستوى اللي احنا نبي نرتقي فيه. لان احنا ككويتيين صراحه عندنا الامكانيه. وعلى فكره عشان ما انسى، بس رياضه الدريفت ترى فيها بنات يشاركون، مو بس شباب. ليهني بنات، ليهني وايد بنات داشين، شوفوهم بأوروبا يا كثرهم، شوفوهم شرق آسيا يا كثرهم، حتى بأمريكا قاعد يدشون، بس مو وايد بأمريكا. فبس يعني احنا بشكل عام، حتى آسف، حتى بالإمارات عندنا واحدة اسمها نور داود تشارك هناك بالإمارات، وهي مدربة. يعني الرياضة مو محدودة حق فئة معينة أو أشخاص معينين أو ناس معينة، لا، هي مفتوحة للكل. ومو غلط أن يكون في منافسة، مو بطولة واحدة، خلي يصير فيه 10 بطولات، وخلي 10 بطولات تنافس، ما فيها مشكلة. بالعكس هذا يشجع ويطور الرياضة أكثر، ويخلينا نوخر عن المال اللي أو الدعم هذا اللي دائما يروح بالأماكن اللي ما أدري شلون صايرة يعني صراحة، انحيازية. خلينا نقول ناس تستلم وناس ما تستلم، ناس تاخذ وناس ما تاخذ، ملينا تعبنا. فاحنا نتمنى ان شاء الله المرحلة الجاية الكل يفهم ويقدر ان رياضة المحركات تبي واحد أو تبي جهة تفكر بنمو الرياضة، مو بربحية من الرياضة. يعني كمكان المفروض المكان هذا ما يحاول يطلع أرباح من المكان هذا، لا، يسكر مصاريفه. وطبعاً هو شلون يسكر مصاريفه؟ لما يكون عنده بطولات، شركات قاعدة تنسق عنده بطولات محترمة، المكان هذا طبيعي إنه راح يكون عليه دوس، وطبيعي إنه راح يكون عليه ترافيك. ولما يكون عليه دوس وترافيك، طبيعي إنه راح يكون فيه رعاة حق المكان هذا، لأن في وايد ناس قاعد تروح هناك، فتبلش الحلبة أو المكان هذا يحقق، خلينا نقول، عائد إنه يسكر مصاريفه. هذا الموضوع طبعاً طويل، وراح أقول لكم عنه بعدين. حاليا اكتفينا بموضوع الدريفت، واتمنى ان رياضه الدريفت ان شاء الله تنتشر بوعي اكثر من كذي، وان شاء الله نشوفها بمكان احلى من احسن من كذي، وان شاء الله الوعد قدام.